وعليكم السلام. محمد معي مو محمد؟ يلا حسون. حكيم فيك تشارك المحاضرة؟ يلا دايتي. الشاشة واضحة ما هيك يا شباب؟ ايه واضحة دكتور. طيب السلام عليكم مرة ثانية. طبعا إن شاء الله نحن ما رح نطول في المحاضرة، رح نركز على بعض النقاط الرئيسية باعتبار الامتحان على أبواب، ولهذا أنا رح أذكر مجموعة من النقاط بتمنى الكل يركز عليها حتى يتسنى له كيف يتجاوز المادة بأمان وسهولة. الصوت واضح بس مو هيك؟ ايه واضح دكتور. ايه جميل جميل. طبعا نحن عندنا محاضراتنا الرئيسيه محاضره الضغط ومحاضره قصور القلب. اغلب الاسئله راح تكون منه. مجموعه سلايدات كثيره بصراحه عرضناها، جزء جديده عليكم خلافا للسنه الرابعه اللي اخذتوا فيها القلبية، لكن نحن اسم المادة مداواة، لذلك لازم نركز على الأدوية ونركز شو نمط الأسئلة رح تجي فيها. فرح نقلب معهم بعض السلايدات ونطلع كيف رح نشوف نمط الأسئلة. طبعا أول شيء سلايدات بسيطة ما فيها شيء، ما رح نركز عليها، تعتبر فيزيولوجية أكثر ما تكون هي قلبية أو مداواة. طبعا اللي بيهمنا لازم نعرف تصنيف ارتفاع الضغط الشرياني سواء كان بدئي ولا ثانوي، وبعض الشغلات البسيطه يعني انه مين نسبته الاكثر ومين الاقل، وشو هي الامراضيات بتتوافق مع كل صنف من او نمط من انماط ارتفاع التوتر الشرياني. سؤال ما بده شرح ولا بده ينحكى عنه شيء، ما بيهمني كل حكي، بيهمني رؤوس اقلام، بيهمني تقلي مثلا البدئي فقط يشكل 90-95%، بيهمني تعرف شو بالثانوي اشيع شيء مثلا، تقلي الامراض الكلويه بتشكل 50%، هالشيء هذا لازم نعرفه، وكلياتنا نعرف الاسباب الثانويه لارتفاع التوتر الشرياني سواء كانت كلويه ولا قلبيه ولا تضيق في مستوى الابار او الادويه مثل السترويدات والمانعات الحمل وغير السترويديه. هالشيء هذا لازم نعرفه. يعتبر من الأسئلة كثير دارجة بتجي يعني، وسؤال بسيط جدا. آليات تنظيم الضغط كمان شيء فيزيولوجي ما بينحكى فيه، مستقبلات الضغط هذا بنعلمه لطلاب السنة الثالثة بالعادة، هي والجمل الرينين أنجيوتنسين.
الأشكال الهيمة ديناميكية لارتفاع التوتر الشرياني. في بعض النقاط لازم نركز عليها الكلياريت. مثلا بيهمني عند الشاب يكون ارتفاع التوتر الشرياني على حساب نتاج القلبي، وهذا بيفرق عند المسن، وبركز كتير على هالشيء هذا، انه امتى بنميز بين ارتفاع التوتر الشرياني عن شاب عن مسن. وين الآلية اللي هو آلية مثلا وعائية ولا آلية النتاج. كمان التنظيم على مستوى المقاومة الوعائية، بيهمني جملة البراديكينين والإندوثيلين. بهالجملتين إيش بيصير عندك؟ توسع وعائي ولا تقبض وعائي؟ لازم تعرف كل جملة إيش بتساوي، وهو من الأسئلة الكثير هامة تجي كثير، سؤال سلايد كثير هام. مو سلايدات واضحة عنكم؟ عم بقلب السلايدات واضحة يا شباب؟ واضحة واضحة كويس. ملاحظات عادية ما بتهمنا كتير. فحص السرير أخذناه كلياته، كمان شغلته بسيطة ما بنحرق. قياس الضغط كله بنمشي فيه بشكل سريع، هذا بالقلبية بهم أكثر. تصنيف تعريف وتصنيف ارتفاع الضغط، يا ريت ركز على الجدول. امتى بيكون سوي؟ سوي عالي، مثالي، فرد درجه اولى، ثانيه. سؤال اكيد دائما حطه في البال. بدي التصنيف الجديد هذا اللي اعطيتكم اياه، طبعا في سؤالين من ضمنه جدول هذا، تصنيف ارتفاع الضغط الشرياني سريريا. كيف انا بيهمني هالشيء؟ بيهمني التوصيات المتابعه حسب الجمعيه الاوروبيه بال2020 21. امتى انا بساوي متابعه لمريضي إذا كان عنده ضغط طبيعي يعني أقل من 120، بسوي له تقييم كل سنة، كل سنتين، كل ست أشهر. ركز لي شوي على الأرقام يا ريت. التقييم وتوصيات المتابعة ضرورية جدا بالنسبة للأسئلة الامتحانية. مثلا بقول لك مثلا ارتفاع التوتر الشرياني المعتدل، بتقول لي التقييم خلال شهرين، تأكيد التشخيص خلال شهرين، آسف. شديد، تقييم كل أسبوع، كل شهر، يعني حطه في البال. الأعراض ما بدنا إياها، الأمور ما بدنا إياها، استقصاءات شغلتهم فاضية كلها ما بتلزم، هذول كلها نتركها للسنة الرابعة. الاستراتيجيات سلايد 32. استراتيجية العلاج أساسية. أنا كيف لازم أكد التشخيص؟ انتبه على الكلام، بأكد التشخيص بعد 3-6 قياسات منفصلة وعلى فترات متباعدة مع الالتزام بالراحة التامة. هاي من الاستراتيجية الرئيسية، خط غامق ومخطط. إذا 3-6 قياسات منفصلة على فترات متباعدة مع التزام بالراحة التامة، وهو من الأسئلة الكتير أساسية. الحمية ما بدنا إياها. العلاج الدوائي، خلينا نبلش بالعلاج الدوائي. طبعا أول كم سلايد عرضناهم في منهم 3 أسئلة أو 4 أسئلة، وعرفت وين ركزنا على الأسئلة. خلينا نشوف التصنيف. لازم أعرف الخط الأول، ما هي أدوية الخط الأول، وما هي أدوية الخط الثاني، وما هي أدوية الخط الثالث كرؤوس أقلام عريضة. خط أول مضادات حاصلات بيتا إيس أربس كالسيوم شانل بلوك، هذا خط أول. خط ثاني مشاركة. خط ثالث ضفنا ألفا حاصلات ألفا وحالات الودي، وضفنا موسعات الوعية. بيجيك سؤال أدوية الخط الثاني، بيقول لك مثلا مدرات زائد بيتا بلاكر تعتبر خط ثاني. مثلا بيتا بلاكر مع إيس خط ثاني. مثلا بيقول لك مدرات مع موسعات وعائية مثلا نيتروغليسرين، خلاص لازم انتبه أنا مش خط ثاني، خط ثالث الصف الأخير. ماشي، هذا سؤال أكيد ما بدنا الحكي هذا. ملاحظات سلايد 38.
في عندي بعض الخصوصيات لعلاج ارتفاع التوتر الشريان لكل مريض مريض العرق الأسود. بيستجيب بشكل جيد على 1 2 3، ما بيستجيب على 1 2 3. بس ما أساسي مدرات بتستجيب واحد، للأسف مسنين بيستجيبوا 1 2 3. حاصرات الكيس مفضلة عند خيار الأول للسكري، خيار الأول لمريض الربو، خيار الأول للشاب. أساسيات في سؤالين عليهم من السلايدات بركز. عرق الأسود بيستجيب مثلا مدرات حاصرات الكليس، بس ما بيستجيب لحاصر بيتا. حاصر بيتا جيد عند الشباب مثلا، مسن بركز على كالسيوم شانل بلاك أكتر شيء مثلا، مدرات مبتعد عنا شوي. عرق الأسود بيستفيد مثلا على الكليس، يعني ضروري انتبه على الكلام هذا. ما بدنا الحكي هذا، ما بدنا المدرات. نبلش في المدرات. طيب طبعا ما راح نتدخل بالفيزيولوجيا كتير. توصيات، لا احط في بالي في البال التوصيات. انا لما باخذ مدرات، مدرات مثلا العروة، ايش باخذ؟ بس لازم اخذ في عين الاعتبار لمتابعة مريضي، لازم مثلا اتجنب زيادة الملح، لازم اعاير البوتاسيوم، لازم اشوف الاطعمة وايش نوع البوتاسيوم فيها. مثلا اذا كانت مدرات حافظة للبوتاسيوم لازم انتبه على الطعام، لازم اراقب السكر اشوف تتحسس للضوء ولا لا، واشوف عم بسبب هو ضغط انتصابي ولا لا، أشوفها صباحية تفضل ولا مسائية، تأخذ مع الطعام بعض الطعام ما بتفرق، قول مع الطعام بعض الطعام، لكن لازم أحط المعايير هاي في بالي. ماشي بالتوصيات. طالب عامل بين بالسقة جاريت، ما بنسى التوصيات المتعلقة عند استخدام المدرات. طيب بلش مدرات العروة، مدرات العروة. طبعا أنا ما راح أذكر كل الأدوية، مثلا ممكن أقول لك مدر عروة أو ممكن أقول لك لايزيكس أو فورسيمايد، تعرف إن هذا اسمه مدر عروة. بيهمنا التأثيرات الجانبية، 7 تأثيرات جانبية تحفظها مثل اسمك. التدخلات الدوائية ما ركزنا عليها كثير. حافظات البوتاسيوم برجع أقول، أنا ممكن أقول لك سبيرونولاكتون، ما بقول لك حافظ بوتاسيوم. قلت شلون؟ هام جدا سبيرونولاكتون. استخداماته إمتى أنا بستعمله؟ أحطه في البال وبركز. أنا ممكن أستعمله أيضا عند الشعرانية عند النساء، مضاد للشعرانية، ممكن أستعمله في قصور القلب. تأثيرات الجانبية كثير هامة، ياريت أركز عليه. جدول هذا بلا أي، يعني تقريبا صرنا بالسؤال التاسع. السلايدات اللي حكيتهم كلهم في 9 أسئلة، أغلب الأسئلة في الضغط جدا. حاصرات بيتا، كمان الصوت واضح هيك؟ حسين الصوت واضح ما؟ أيوة واضح. جميل واضح. لازم أعرف حاصرات بيتا الانتقائية وحاصرات بيتا غير الانتقائية، ضروري أصنف فيها. وحكينا بما فيها الكفاية، بما فيه الكفاية عنها في السنة الماضية، وأيضا حكينا فيها بالمحاضرة. سلايد هو هذا، هو بهمنا من حاصرات بيتا الانتقائية. تعرف إنه الأتينيلول والميتوبرولول والأزمالول، حاصرات ألفا بيتا كارفيديلول،
غير الانتقائية بروبرونالول بيندولول نادولول. يعني بهمني تعرف الأزرق بشكل عام والميتبرولول أكيد. طيب سلايد هذا أساسي. في سؤال كمان، يعني حصلت بيتا مفيدة إمتى أكثر شيء؟ لما يريد عنده ضغط مترافق مع أكيد، لما يكون في عندي اضطراب نظام خناق صدر بالشقيقة أيضا له دور كبير، خاصة الأندرال. قصور القلب المزمن أكيد بنعرف لما الإي إف تنخفض، حاصر بيتا أساسي، حاصر ألفا وبيتا، واحتشال عضلة قلبية، يعني لازم أحطه في البال. طيب تأثيرات غير مرغوب بها حيطل لك أكيد سؤال. لا طبعا سلايد قدامك يا حسين مو هيك؟ حسين معي ولا مانك معي؟ يا أحمد سكوت يا أحمد. التأثيرات غير المرغوب بها لحاصرات بيتا، يعني إذا بيجيك سؤال اشرح يغير فيه الدكتور. كل مما يلي من التأثيرات غير مرغوب بها لحاصرات بيتا عادة شو؟ ممكن حكيم تسرع قلب أو ارتفاع أرشدي. دلك تسرع قلب معناته هاي طلاب سنة تانية بتعرفه. ممكن تعطي انخفاض الـ LDL مثلا بدل الـ HDL. يعني واحد يركز للسنة الخامسة والسادسة على نقص الـ LDL HDL. يعني هذا السؤال سربنا. خلصنا من حاصرات بيتا، خلصنا منه الإيس. الإيس تأثيرات غير المرغوب بها، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. لما بقول قصور كلوي عكوس لازم أركز، وذلك في حال وجود ضيق شديد في الشريان كلوي الثنائي الجانب. مضادات الاستطباب صرنا نعرفها كلياتنا. الاربس طبعا الايس عليه سؤالين. الاربس كان لازم أميز شو يعني هيك صفات المميزة للأربس عن الإيس، يعني إيش ليش بتفضل هاي على هاي؟ من هذا السلايد هذا مكشوف. خلصنا الإيس والأربس، نجي على CCB. جدول هذا بدي إياه منك تحفظ جدول هذا على الشكل التالي. الأدوية اللي لها تأثير قلبي بشكل رئيسي هو الفيرابامين. الأدوية اللي لها تأثير وعائي بشكل رئيسي هو النيفيدبين والأملودبين والنيكاردبين والفيلودبين. الأدوية ذات التأثير المتوسط ما بينهما هو الدلتيازم. عرفت شلون؟ فممكن رح يركز بالشكل التالي. مثلا تأثير الفيراباميل موسع وعائي أكثر ما بيكون إنه تأثير قلبي مثلا. فأنت احفظ الجدول كما هو، ما بدي كل الأدوية، بدي الفيراباميل، دلتيازم، والنيفيدبين والأملودبين يكفي.
أصلاً إذا حفظت الفيرابامين لحاله بالصف الأول وحفظت الدلتيازم بالصف النصاني، الدواء اللي بيجيك غريب حصرة راح يكون من المجموعة الأخيرة ذات التأثير الوعائي. نقلب. خواص. يا ريت بركز على الخواص. سلايد هاد في له سؤالين. مثل اسمك تحفظه. خلصنا الضغط. في اي سؤال على الشيء حكينا؟ طبعا لحد الان صرت بالسؤال. السلايدات اللي حكيت تماما، السلايدات اللي حكيت منها فيها 15 سؤال، 14 سؤال، 15 سؤال. يخرب بيتك كلياتنا 20 سلايد 30 سلايد، بس حذف منهم تحذف الاسئله المقابله. لا جيد حكيم الله. طيب ناخذ المحاضره الثانيه. ليش ما خلصت المادة بعدك اسماعيل؟ شو عم تساوي يا ابو؟ علاماتك اسم الله عليك، هلا ما بدي اضربك عين قدام المجموعة كلها. بعدك عم تعمل حداد؟ طلاب السنة الرابعة بيعملوا حداد، طلاب السنة الثانية إذا جنبك أحمد بيعمل حداد. دكتور هو متضامن معي بس هيك، ولا هو بالنسبة له وضعه تمام؟ إذا هيك معليش. طيب حكي ممكن سؤال؟ تفضلي. الخط الأول عند الحوامل ارتفاع الضغط شو معطي؟ هيدرالايزين. بالمقرر ذاكرين عن الفاميتيل دوبا، ما هيك؟ ايه ذاكرين الفاميتيل دوبا. الخط الاول انت ذكرت اثناء الحضور ذكرت لابيتالول و لابيتالول. اذا كان لابيتالول اذا كان اسعافي، هيدرالايزين دموي. يعني بنعتمد الهيدرالايزين. نعم. طيب الشاشة واضحة ما هيك؟ طبعا هو شوي أنا دمجت بين المحاضرتين ما بين الرابعة والخامسة، وراح تجي السادسة كمان في المحاضرة، فضيعة الطاسة. طبعا أنا مبعد عن النظر شوي. بالنسبة لقصور القلب، أشيع أسباب قصور القلب، سلايد هذا حكينا أتوقع، لكن أنا ما بدي كلياتهم، بدي الأشياء. سؤال وحيد، ناخذ السلايد اللي بعده. نرجع الأدوية شوي. خلينا نركز على الأدوية الحديثة، الفالزارتان مع الساكوبتريل أرني، مضادات استطبابه بنحطه في البال، آسف، تأثيرات الغير مرغوب بها كمان بنحطها في البال.
بس دقيقة شوي. ساكو بتري السلايد واضح عنكم؟ اي واضح حكيم. يا ريت السلايد هذا تحفظ لي كلياته عليه سؤالين. يعني لا مستاهل. السلايد هذا بتحفظه. طيب انا بدي احكي قصه مرضيه. طبعا ما في قصص مرضيه لكن جايب لكم قصه مرضيه. خلينا نشارك فيها نشوف شلون. وينو باكير؟ معي باكير؟ غير موجود. ناخذ حسين. بفرض عندك مريض عمره 65 سنة عنده مثلا زلة تنفسية جهدية مع زلة ضجاعية وسماع S3، ايش شخصت؟ قصور. ليش شخص قصور قلب اعتمادا على شو؟ معايير فرمنغهام. نعم. طيب مريضك عم بياخد مميع دم، مريضك عم بياخد خافض شحوم، عم بياخد حاصر بيتا 5 ملي جرام، عم بياخد ايس انيلابريل 5 ملي جرام، عم بياخد سبينولاكتون 25 ملي جرام. جميل. ضغطه كان تقريبا على الحد الطبيعي، نبضه كان على 95، عملنا له اي اف طلعت عنده الاي اف 35%. ايش بتسوي لهالمريض هذا بعد ما درس محاضرة قصور القلب وأدوية قصور القلب؟ ومعي حسين. ليه؟ حكيم منبدل الاس بارني نستنى فترة 30 ساعة تقريبا. 36 ساعة بتبدلوا بأرني. طيب ما كانت ضمن الخيارات؟ إفادرين. ليش إفابرادين؟ إفابرادين عفوا لأنه الكسر القذفي 35 أقل من 35 انخفض والنبض يعني نبض فوق 70 أو نبض 94 نبضه مقبول يعني. إذا جاك السؤال بالفحصات ضيعت علامة. مين عنده رأي آخر؟ أنا. تفضلي. مضاعف حاصل ما سمعت؟ مضاعف حاصل بيتا هي 10. أحسنتي. لازم نضاعف حاصل بيتا أول شيء للجرعة العظمى 10، بعدين بنشوف إذا ما استقر ما نزل النبض تحت 70 ومريضك مرتاح نضيف الإفابرادين. كانت الخطوات هاي متتالية وراء بعضها بالمحاضرة. تمام تمام. أنا بدي هالكلام هذا. تمام. ما أنا بركز، أنا بعطيك النبض قديش والضغط قديش وليه قديش عشان ما تضيع. لكن بكره بالفحص لما تكون الاسئله قدامك اختار الساكو بتريلا. والله اذا اخذت الساكو بتريلا تروح العلامه على الخالص.
لا ركز على ركز على على المسألة وشوف شلون بتحلها بسهولة. أكلنا إن شاء الله نحن خلصنا هاي أسئلتنا، ما في عنا كتير يعني شيء بيخوف. دائما أنا مع السنة الخامسة يعني مداواة يعني من ناحية هيك مادة لذيذة وسهلة، وإن شاء الله تترفع بعلامات كويسة. 20 سؤال عنا، والدكتور أحمد عنده 50 سؤال 70 سؤال، بتحلوهم بسهولة إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق يا رب. أي سؤال أنا جاهز. دكتور حاصرات ألفا مساعدة إيه جاي منها سؤال لما لا؟ لا لا مش جاي. تمام الله يعطيك العافية. الله يحسن. الله بأمان الله، موفقين إن شاء الله. دكتور تفضل. معروف أخير الدكتور دكتور أحمد ناويين عنيه ما كويسة، بلكي بتجيب لنا منه كمان كم سؤال. لا دكتور أحمد ما بتوقع هو عم بيهدد، بس اتوقع يعني باعتبار بعد ما صار طالب هلا بيسامحكم، راح اخبره على كل. لانه كان حاذف محاضرتين رجع طالبنا فيهم. اي والله انا يعني سمعت اليوم والله حكى لي محمد، يعني يا دكتور ما كانت لا بالحسبان ولا يعني حوالي 100 صفحه زادت بس بهالاضافه، يعني ما كان ابدا بالحسبان. إيه بعدين يعني محاضرات ما سهله ابدا، يعني شو اللي كانوا أدوية مؤثرة بالدم ومحاضرة تانية المدرات يمكن. والله ما كان وقتها، ما كان وقتها خاصة وقت الفحص يعني، لو خلال السنة كان معقول. أقول له الله يعطيك ألف عافية حكيم. الله يحفظكم. على كل بالنسبة لمحاضراتي سهلة يعني، يعني لا تتقوا عليها كثير، لا تركزوا عليها كثير، ركزوا خلال اليومين على محاضرات دكتور أحمد كلياتهم، بتحصلوا إن شاء الله علامة كويسة. يعني صرنا قد بعض، يلا هذا مثل ما حكيت مسألك الحلو. يا رب إن شاء الله موفقين. حكيم بس سؤال بعد إذنك. تفضل. المدرّة يزيد ما جبت لنا طاري في أسئلة؟ عبالك أجيب لك سؤال يعني؟ لا بس عم نطمن. إن شاء الله ما في. الله يعطيك العافية. يا هلا الله يحفظكم يا ربي. السلام عليكم. يلا موفقين. سلام.